كما تتابعوا معنا متتابعي قناة شوف تيفي، حنا امام الان ملعب الحارثي اللي يعني المقولة الشهيرة ومعروفة ليت الزمان يعود يوما، وهو حال هذا الفريق. وللاسف يعني بعد ما يعني هيئة المنخرطين لنادي الكوكب المراكشي يعني صدروا واحد البلاغ او طلب باستقالة الرئيس الفوري وعقد جمع عام استثنائي، نحن هيئة المنخرطين لنادي الكوكب المراكشي الموقعين اسفله نرفض بشكل قطعي عقد لقاء مع الرئيس الحالي او مكتبه، واذ نؤكد رفضنا التام لاي حوار معه الى حين تحديد موعد جمع عام استثنائي في اجل لا يتعدى 15 اليوم ابتداء من يومه، واستقال الفوري من اجل مناقشه اي مقترح يهم مصلحه الكوكب والاسباب الدافعه لسقوط النادي. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون طرف في اعاده توهج النادي. من ناحيه اخرى ندعو جميع المسؤولين والمتدخلين والغيورين الوقوف مع النادي وجمع الشمل جميع الفعاليات بما فيه صالح بطبيعه الحال الفريق اللي هو فريق عتيد ديال الكوكب مراكشي. وللاسف يعني ربما انكم تابعتم معنا يعني الفيصل المسند الفريق الكوكب مراكشي الجريزيبوز اللي قام بواحد الوقفه احتجاجيه امام يعني المكتب النادي هنايا امام ملعب الحارثي، التي طلبوا بنفس المطالب التي طلبوا بها المنخرطين وهو الاستقاله الفوريه او يعني انه الرئيس الحالي انه خصو يغادر الفريق على الفور، وهو ما استجاب له المنخرطون مع يعني الاحتجاجات الخاصة الفيصل الكريزيبوز المساند لفريق الكوكب المراكشي. إذا غادي نستضيفوا المنخرطين، إذا نستضيفوا المنخرطين اللي كانوا من اللي تقدموا بهذا الملتمس أو يعني أنه الرئيس يقدم الاستقالة ديالو من فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم بعد النزول رسميا لقسم الهواد. السلام عليكم سي أستاذ، مرحبا بك معنا خلال هذا المباشر. شنو السبب اللي دفعكم أنكم تقوموا يعني بتقديم هذا الطلب ديال انه الرئيس يقدم الاستقاله وكذلك ينسحب المكتب المسير للفريق من تسيير الفريق الكوكب المراكشي؟ تفضل. شكرا بعدا نجمة تيجي. لا شوف تي في. شوف تي في، شكرا بزاف. بالنسبه حنا كمنخرطين شي اسبوع عادي شفنا الجمهور خرج وتيطالب بالاستقاله ديال الرئيس وباش والمنخرطين باش يدخلوا، ودابا حنا حتى تجمعنا تقريبا وصلنا الثلثين. بالنسبه للرئيس حنا نقعدوا معاه هو الاول بعدا نشوف واش باقي بغى هذه الفرقه ولا ما بغاهاش. الا باقي بغاها يعطينا كي قال الاخ ضمانات، يقعد معنا ويعطينا ضمانات ويغير المكتب ديالو كله، لان حتى واحد ما نفعو بشي حاجه اللي تيقول على لسانه هو، لان مهما وقت ما خرج يهضر تيقول لك حتى واحد ما عاون حتى بقرعه الماء. هذا المكتب لا جدار باش يتعاونوا ذاك النهار تيتجارى وتيجريو، وحنا كنا اللي قال هذاك كنا غبنا واحد الفتره كناهم يخدموا تيقول لك اودي باش ما نمشوشوا عليهم باش ما نديروا لهم. حنا ما ضد حتى شي واحد وراه ما عندنا حتى شي رئيس ولا ظهرنا ولا يقولوا اجيب الرئيس ولا جيب شي حد، حنا ما ضد حتى شي حد اللي بغى يجي يخدم مرحبا به. حنا على قبل هذا الكوكب هادي حنا تنضحيو وقتنا ومالنا الخاص، وهادشي راه معروف وراه عندنا دلائل على هادشي. حنا بغينا نتعاونوا، الا باقي بغى هاد الفرقه مرحبا، ما بغاهاش يحط الصوات ويمشي في حالته. يقعد معنا ان شاء الله نهار هادشي اللي تيقول قال لك غادي نديروا واحد اللقاء نهار الاربعاء ان شاء الله في التيران ديال الكبير، التيران الكبير ترك كازا ان شاء الله الكبير الملعب الكبير ونشوفوا معاه. الا باقي بغى هاد الفرقه مرحبا، ما باقيش بغى التصويرات ويمشي في حالته. نعم يعني بخصوص انه تداول المعلومه الاخبار تيقولوا بانه الاندماج او الادماج ما بين فريق الكوكب المراكشي والاتفاق الرياضي المراكشي، يعني انتم كمنخرطين انتم واش انتم مع الطرح انه يندمجوا الفريقين او انه تاريخ الفريق الكوكب المراكشي ما تيسمحش بهذا الشيء انه يندمجوا جوج فرق؟ تفضلوا. احنا بالنسبه كمنخرطين اللي حنا الثلث وصلنا الثلث حنا رافضين نهائيا، كاع اللي هضرتي معاه تقول حنا رافضين نهائيا، ما كاينش الاندماج نجيك من الاخر، ما كاينش حتى واحد ما بغا. نعم انا بغيت تبقى الفرقه في الهوات، الفرقه واخا نلعبوا واخا نبقاو في الهوات نخدموا ونشتغلوا، راه الهوات شنو هي الهوات؟ راه والو الهوات راه بحال
ولكن باش نديرو الاندماج حشومه عار على هاد الفرقه هادي، عار حشومه كاع باش غادي دير الاندماج، حشومه كاع، حنا رافضين نهائيا هاد المعلومه، رافضينها بعدا، وحنا راه كيما تنقولها ما دافعنا حتى حتى، ما دافعنا شي واحد يقول جيب لي شي رئيس ولا شي حاجه، حنا باقي بين هاد السيد، إلا باقي بغا حنا راه باغيينو، ما كاين حتى مشكل، ولكن غير المكتب كله، لأن المكتب عنده فاشل نهائيا. نعم واش هو شخصيا ما كاينش كشخص يبان لي بانه كلشي تيقول بانه ضعيف في الشخصيه، كاين انه يعني دغيا انه تنساق مع اي طيار تيجي تيغلب عليه، هادشي صحيح فعلا؟ وفعلا صراحه طلع فعلا هو كثرت القال والقال اللي قال كل تيقول ليه هضره، كل شيء يقول ليه، كل فهمتيني بزاف، كل شيء يقول ليه حضر من هذا عندك، من هذا شوف، من هذا عندك هذا، حنا وصلنا مع شي حوايج كاع، المهم مسامحه، حنا كلشي على على قبل هذه الفرقه هذه، تنضحيو على قبل هذه الفرقه هذه، حنا ماشي ضدو، حنا صراحه هو خسر فلوسو وخسر المال ديالو، مال كما تيقول رزق ولادو، حنا راه ما غاديش ننساو هذا الجانب اللي دار وما غاديش ننساو صراحه الله، ولكن حتى هو خصو يجي يقعد مع المنخرطين ويتناقش معاهم، هذا هو هذا هو المطلوب ديالنا حنايا. نعم حنا راه ما ضد شي واحد، وهادشي اللي كاين. نعم شكرا لك، تفضل السي عادل، تنعرفك بانك تتحب الكوكا بشكل كبير. ويعني وفي القلب الكوكا في القلب، يعني لاول مره في التاريخ هذا تبقى بصمه، بصمه في تاريخ الكوكا بمراكش، انه لاول مره مع هذا الرئيس نزلت لقسم الهوات، ما عمرنا شفنا الكوكا نزل من قسم الهوات، يعني دائما تينزل للقسم الثاني وبسرعه تيرجع للقسم الاول ديال الصفوة. تفضل اخويا عادي، شنو السبب ديال هذا يعني الطلب اللي تقدمتوا به كمنخرطين؟ احنا كمنخرطين وكمشجعين وكمحبين لهذا النادي العريق، هو النادي الكوكا مراكشي وقع عليه واحد الضغوطات، علاش؟ تسيير عشوائي، ناس اللي سابقين في هاد النادي هادو باقيين تيضغطوا على النادي لدابا، دابا تيضغطوا عليه من جميع الاحوال، تيضغطوا على النادي من جميع الاحوال، يعني من جميع الجهات، من جميع الجهات تيضغطوا عليه باش طيحوا الهوات، الصراعات باش طاح، كان في البريميير سيري وطاح الدوزيام سيري بصراعات ديال المكتب، وباش في الدوزيام سيري الهواد بصراعات ديال المكتب، وبغيت نقول لك حنا منخرطين، حنا كمنخرطين فاشلين، منخرط الكوكب مراكشي فاشل، ومنهم تانا، ما نكذبوش على راسنا، نقولوا راه نتناو تنهضروا على هذا النادي، ولا راه فاش كانت هذه الازمه ديال كورونا هي اللي جعلتنا ما نهضروش على هذا النادي هذا. ما يمكنناش نهضروا عليه، ما يمكنناش نديروا ندوات صحفيه مع اي قناه بالحكم ديال هذا الموسم اللي زعما ديال كورونا. حنا كمنخرطين ماشي زعما كحين ما تنهضروش على هذه الفرقه، حنا تنهضروا على هذه الفرقه. انا بعداك من كي صوفات الفرقه ذاك العام اللي فات، صوفات في الدوزيام سيري، تنهضر مع الرئيس تنقول ليه السيد الرئيس السي رضوان بدل هذا المكتب، غير دير بشهادته، ولا كان تيشوف فيا راه يسمع كل شيء. نعم ولكن هو راه وصلتني معلومه، ما نحتاجش انا نذكر الاسماء، وصلتني معلومه بانه الماتشات الاخرانيين الثلاثه الاخرانيين اللي كان تيلعب الكوكب، وكان ديك الساعه الدميعي هو المدرب، يعني الرئيس براء من نفسه طفى التليفونات لا على المدرب لا على الدميعي لا على اللعابه، وخلاهم بوحدهم تيعانيوا يعني مع المقابلات. اش نقول لك خويا، هاد النقطه انا ما فراسيش، تتهضر معاه تيقول لك هو، وكان سبب من انه يغادر الدميعي يمشي يعني انه التحق بالمنتخب المحلي. لا هذاك الدميعي جا رزقه الله يعاونه، مشى ليه ماشي بسبب الكوكاب لا بسبب الرئيس لا بسبب حتى شي حاجه، جا رزقه راه مشى ليه. انا اللي بغيت نقول هاد تنهضر انا على السير رضوان حاني، السير رضوان حاني حنا باقي بيناه، علاش باقي بيناه؟ حيت خسر الفلوس ديالو، خسر ماله، حتى واحد ما عاونو في هاد المدينه، حتى واحد ما عطاه شي حاجه في هاد المدينه، لا منتخبين ولا مسؤولين ولا السيده العمده ولا حتى شي حاجه، ما عطاه حتى شي واحد في هاد المدينه شي حاجه، والمكتب اللي معاه حتى هو قرعه الماء ما تيجيبوهاش لهاد النادي هذا. تصور الا شراو التمر تيشريوه من المارشي تيجيبو البون تيخلصو السير رضوان حاني. بالحكم ديالي انا تنجلس مع السير الرئيس، وجلسنا ما مراجلش شحال من قهه جلسنا فيها، وتيجي السيد اللي مكلف بالفوتسال والسيد اللي مكلف بالبنات والسيد اللي مكلف بالجونيور والسنيور قدامي، تيدي بلاصه لاي مدينه تيجبد الفلوس اس بيس وتيخلصهم. ولكن علاش وصل الكوكب وصلت لهذه المرحله؟ من تيخسر الفلوس ومن تيخسر سميتو؟ شنو هو السبب؟ شنو السبب؟ هو التسيير العشوائي ديال المكتب، والسبب الاكثر في هذا المكتب هو رفيق هشام الكاتب العام، الكاتب العام هو اللي خرج على هذه الفرقه هذه.
الكاتب العام تنحملو مسؤوليته لهاد الفرقه هادي. وتصور بالله عليك واش هذا مكتبتي حب هاد الفرقه اللي حنا الموسم الاول ديالنا بينا نلعبو مع الزمامره حتى تنتفاجئوا بورقه تصيفطات من المكتب ديال الكوكب الرئيس تاع الزمامره ودخل مع الديليكي وقفوا الماتش. وهادشي راه في راسكم، هادشي راه شاهدوا المغرب كامل. علاش كاينه الخيانه في وسط المكتب؟ تصور الناس تيديروا اجتماعات داخل القاعه اولا داخل المكتب اولا في شي دار وتتوصل المعلومات الاشخاص كلها مقاده. علاش هادشي؟ حيت الرئيس ما عندوش واحد الكاريزما اللي هي قويه. السيد دريويش ما ديالش الكوكب، رضوان حانيش ما ديال الكوكب، رضوان حانيش خليه بحال المنخرط، خليه في الشغل ديالو في المكتب، خليه في الشغل ديالو، خليه يبقى منخرط. علاش؟ مغلوب على امره. اي واحد يتصنت ليه، اي واحد يدير ليه القرار ديالو، اي واحد يتصنت ليه في هذه المدينه. نعم. اذن كحنا منخرطين ما درنا فيها ما يتعاود. نعم. لهذا النادي هذا. وحنا تنشكروا الجماهير الانجليزي بوز اللي خرجوا بالشجعان ديالهم وناضلوا حتى هما على هذا الفريق هذا. حتى حنا راه معاهم. نعم. حنا كجمهور وكمحبين نسى منخرط. حنا انخرطنا باش نعرفوا الخبات ديال هذا النادي هذا. انا راه كنت منخرط في 2013 ورفضني المكتب السابق. رفضوني رفضا كليا. وباقي عندي الوثائق من ديال 2013 اللي دفعت للبنكه واللي دفعت هنا واللي دفعت هنا، وحتى واحد ما بيخليني ندخل لهذا النادي هذا. ما شاء الله. حنا انا ما خليت حتى مدينه مع هذه الفرقه هذه. بمالي بسيارتي بمازوتي بكل شيء، حتى حاجه ما عمر شي واحد درتها بكل شيء من جيبي. وحنا دابا تنطالبوا من السير رضوان حانيش يقعد مع المنخرطين نهار الاربعاء في الملعب الكبير. ويستجب للمنخرطين حيت هو عامين هادي ما عمرو جلس مع المنخرطين. وهادي راه ما بقاش مؤسسة. وهو دروكا تنسمع بانه هذا راه تسير عشوائي. تنسمع بانه كاين اشخاص اللي تيضغطوا عليه دروكا اخويا عادي. تنسمع كاين اشخاص في المكتب تيضغطوا تيقول ليه ما ديرش اجتماعات. واحد اربعات الناس يقول ليه ما ديرش اجتماعات. واش تاد هاد الناس هادو اللي معاه دابا حاليا كل ما كلشي جاي لغرضو. لا علاقة لهم بالكوكب. ما عمرني شتي واحد انا في التيران في الميرسا ولا عمرني شتو مدي بلاصي ولا شي حاجه. لا علاقه لهم بالكوكب. الناس كلها في خدمته وكلها في شغله تسير عندهم عشوائي. حتى واحد ما تيعرف يسير فيهم. تقول مقابلني اجتماعات الخاويين والقرارات الخاويين حتى وصلوا النادي لهاد المشاكل هادو. وحشومه صاحبي مدينه قدها شنا هي ومصنفه عالميا. والمهرجانات الكبرى وكل شيء في هاد المدينه وفرقه تحل هوات. حشومه هاد الشيء. ليلى حشومة تضرب القلب هادشي هذا راه حنا كمنخرطين هادشي راه ليلى يالله اصبر اخويا عادل ديالنا حشومة ودروك يعني المشكل الكبير هو انه دروك تداول الخبر بانه كاين الاندماج او الادماج ما بين فريق الكوكب مراكش ولا اتفاق المراكشي. واش انتم ككواكبه كغيروا على فريق الكوكب مراكش واش تقبلوه انتم هاد المسألة هادي؟ حنا كمنخرطين ما مقبلينش هاد المسألة ديال الاندماج. الشرع مع الاتفاق ديالو الله يعاونو سعد الصعود ديالو تعاونوا معاه ناس في المكاتب القديمه اللي كانوا هما اللي وصلوا لهاد المرتبه ديال الدوزيام سيري. حنا الشرع الله يعاونو الله يعاونو مع فرقته. هذيك فرقه ديال مراكش ما يمكنش ننتقدوها. حتى هذيك منا الله يسهل عليه الله يسهل على الفرقه حتى هي. حنا الاندماج رافضينو. تنشوفوا السيده العمده تجري على الاندماج. حنا صفة مزرعة العمدة حنا ما بغيناش الاندماج في هذه المدينة هذه. بلا فرقتنا تبقى في الهوات وغادي نطلعها من الهوات بإذن الله. نعم. غادي نطلعها حنا من الهوات وبينا تبقى في الهوات وغادي تطلع الدوزيام سيري من الدوزيام سيري تطلع من الميسيري. إلا كان شي مكتب قوي وكتب ومكتب اللي غيور على هذه الفرقة. نعم. هذا الشيء اللي شكرا لك أخويا عادل. غادي نصادفوا منخرط آخر. سي فضل الله صدق للأسف هذا الشيء ولا مخجل. انا نوصل الامور الفريق لهذه المرحله هذه. يعني شنو الدافع الاساسي؟ واش كاينه بعدا تمثيليه كبيره بالنسبه لهذا الطلب اللي تقدموا به المنخرطين؟ واش بغينا نقولوا بالنسبه لسميتو؟ حنا راه درنا هذاك طلب اللقاء مع السيد بغينا نطالبوا باللقاء مع السيد الرئيس الكوكب الرياضي المراكشي باش نعرفوا اش واقع في الكوكب بعدا داخليا. اش واقع في الكوكب لا على المستوى الاداري على المستوى التقني. حنا منخرطين ما عمر كان معنا حتى شي لقاء واخا يحب بي
ماشي الترسمي معنا حنا ما عمرو كان، ونتحدى شي واحد لا عمرو هز التليفون ولا عن طريق رساله مضمونه كيف تيقول القانون وكيفاش غادي يبقى القانون التربيه بدا في الصفر السعوديه ما كاين حتى شي حاجه. داكشي تيداروا اجتماعات حنا ما تنسيقوش لهم اخبار ما تنعرفوهمش، حنا منخرطين في الكوكب، حنا المنخرطين القانونيين على حساب القانون ديال 30/90. يعني كيفاش تشوف هذه الامور يعني السنه كيفاش واش كنتوا تظنوا بانه فريق غادي ينزل لهوات بعد السير اللي كان تيقوم به لاول مره في تاريخ الفريق ينزل لهوات؟ اول مره في التاريخ ديال الكوكب تنزل، حنا ما كناش نتوقع هاد النتائج الكارثيه ديال الكوكب، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هادشي اللي نقول على هاد المساله ديال النزول ولا هادي، قدر الله ما شاء فعل. ما يمكنلكش تحكم على واحد الحاجه اللي غيب. حنا الكوكب وقيلا قبل كاع ما تاسس هاد 2022 نخدم عليها باش تنزل. ما يمكنلكش تحكم على شي حاجه اللي ما عارفينش. تراكمات سيريه وبزاف ديال العوامل اللي نزلت الكوكب وبزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نقولوا خايبين شي شويه بزاف كاع الفريق حجم الكوكب الرياضي والمراكش اللي يكونوا فيهم من ناحيه السيريه. علاش بغيت نهضر انا من ناحيه السيريه؟ اما اللعابه تدخل الا عطيتي راه تيعطيك ما عطيتيش ما تيعطيكش صافي. ما تكثروش الهضره في هذه المسائل ديال اللعابه اللي خصو يجي اللعابه. داكشي اللي جبتيها هو داكشي اللي عندك، ما يمكنلكش تزيد عليه ما يمكنلكش تنقص عليه. داكشي اللي عندك في هذيك التركيبه البشريه ديال اللعيبه هي اللي عندك، ما يمكنلكش تزيد عليها شي واحد اللي ما كاين على حساب كي تنقول على الميزانيه، على حساب ميزانيه ولا على حساب الشوفه ديال هذاك المدرب اللي جا شد الفريق ولا هذاك الشيء. اللعابه راه هذاك الشيء اللي عليهم ما كانوش يدخلوا يجروا في التيران، والدليل على ذلك راه الروتور راه شفتي النتائج كيفاش كانت كارثيه ولا فعلا. يعني دروك انتم واش انتم مع الاندماج او الادماج؟ انا كمنخرط وكمحب للفريق الكوكب الرياضي المراكشي انا رافض رفضا قاطعا مساله الاندماج. نعم. يعني شنو الرساله اللي بتوصل للمسؤولين والرئيس اللي تيبقى هو الرئيس الان ديال فريق الكوكب المراكشي؟ بالنسبه للرساله اللي بتمشي اولا السير الرئيس هو يكون هذاك اللقاء باش نجلسو نهضرو بعدا نعرفو اش واقع في الكوكب الداخلية، وكي تنقولو باش نعرفو اش بيكون التصور ديال الموسم المقبل، وهادشي اللي كاين. اما بالنسبة للرسالة ديال الناس المسؤولين ديال البلاد بالاخص المنتخبين، راه كي تنقولو اللي عليهم داروه مع الكوكب، داكشي اللي عطيهم القانون راه داروه، واحد المنحة زائد منحة الجهة، راه داكشي اللي عليهم راه حاليا دايرين كمنتخبين. ما كاينش شي حاجه اللي بغيتي شي حاجه من فوق من جهدو، راه داكشي اللي كاين راه داروا الشراكه مع المجلس، راه تعطى 3 مليون ديال الدراهم، راه دارت اتفاقيه اخرى مع مجلس الجهه راه تعطى فيها جوج مليون ونص ديال الدراهم. الله يجعل البركه 550 مليون هذيك زائد المشور اللي عطات واحد 50 مليون سنتيم زائد مناره بريفا اللي ما انا حاليا ما عرفتش شحال تاع الثمن اللي تعطى الكمينحه. الله يجعل البركه راه 600 مليون خصنا نبقى. نعم. لا جينا نحسبوها 600 مليون خصنا ما نزلوش للدوزيام سي البروميير سيري هو الاحتراف، ما خصناش ننزلو 600 مليون ما خصناش ننزلو. نعم. وشكون اللي السبب في نظرك انت السبب؟ هادشي تنقول لك مشاكل تسييريه. نعم. راه حنا راه مرحبا من 16. واحد الانسان ما عرفش واحد الحاجه 16 فيها وما يتيحش كاع في المشكل، ولكن باقي تنقولها قدر الله وما شاء فعل. ما يمكنلكش واحد الحاجه نحكمها على هذاك الفريق راه وقعت دابا، ما علينا الا نديرو يد في يد كمنخرطي زائد هذاك المكتب المسير تاع الكوكب باش نلقاو حل. واخا ما نقولش جدري يترقيعي بعدا الترميم ديال المكتب، تنسمعو استقالات، تنسمعو هضره، تنسمعو بزاف ديال الحوايج. حنا ما شفنا حتى شي استقاله، دابا حتى واحد الانسان تيخبر 4 شهور ولا 5 شهور تسمع شي حاجه تيتم جاي راه باقي في النادي. حنا تنسمعوا الاستقاله في الفيسبوك راه استقل راه هذا. انا راه تنطالب على شي انا تنقول تنتحمل على مسؤوليتي، واغلبيه المنخرطين راه واقيلا راه عنده نفس التصور اللي عندي، راه ما عمر دار معانا ولو اجتماع تنقولها حبي اجتماع حبي ما عمر دار مع المنخرطين تيكون. نعم. يعني بسبب الظرفيه تاع ما يمكنش تجمع 86 واحد على قبل كورونا على قبل بزاف الحوايج داكشي علاش كنا مين، ولكن دابا حاليا راه الاغلبيه ديال الحويجات راه تلفوا يعني ما كاينش السكون معنا اللي نعرفوا اش واقع في الكوكب. نعم. هذا هو
والمطلب ديالنا الاول. يقدر هو عنده مثلا حنا ماشي ضد الرئيس ولا يمشي بحاله، بالعكس الا بغى يخدم مرحبا، حنا راه نتعاونوا معاه. حنا ما عندناش اشكال نتعاونوا معاه. وبالنسبه لسميتو لدوك التطاحونات وداك الشيء راه هما اللي خرجوا على الفرقه ما شاء الله، بركه عندنا خصنا نديروا يد في جميع مكونات المدينه، ديروا يد في باش هذا الفريق خصو السنه المقبله خصو يرجع للقسم الثاني. شكرا لك السي عبد، شكرا لك. اذا ربما انه الوقت ما كفاناش اننا باش يعني نتفصلوا بزاف، يعني ندوب بشكل مستفيض في المشكل ديال كوكب مراكش واللي مرتبط كما تيقولوا من الخريطين والجمهور يعني الاشخاص، يعني تطاحنات وحسابات خاصه كانت سبب في نزول الفريق لاول مره في التاريخ ديالو يعني القسم ديال الهوات، بالاضافه انه ضعف تسيير المكتب المسير الحالي وعلى راسهم رئيس الفريق اللي يعني كما تيقولوا يعني لما قالت انه ما عندوش الشخصيه ديال الرئيس باش انه يتحكم في زمام الامور، يعني كاين اشخاص في وسط المكتب الحالي الان يعني تيكون تيمارسوا ضغوطات على الرئيس اللي يعني ما لقاش نفسه كرئيس باش انه يسير هذا الفريق، وكان لاول مره تبقى ليه في تاريخه كبصمه يعني وفي تاريخه هو كرئيس لكوكب مراكشي، لاول رئيس كان سبب في نزول الفريق لكوكب مراكشي لقسم الهواد. فاليوم حنا تنطالبوا انه جميع المكونات التفوا ويعني وتجندوا باش انه يتم انقاذ ما يمكن انقاذه في فريق لكوكب مراكشي بما فيهم الرؤساء السابقين والحاليين، يعني انه يكون واحد الاجتماع مع جميع الرؤساء اللي كانوا سبق لهم تسير وتدبير فريق لكوكب مراكشي، وانه يتم حل مشكل الرئيس السابق نعيم الان في الديار الاسبانيه، يعني تم حل المشكل ديال الرئيس السابق باش انه كيف ما كان الحال انه ساهم في الحفاظ على الفريق بالقسم الوطني الثاني. فهذه رساله المسؤولين وكذلك المنتخب بصفه عامه. اقلنا نشكركم، شكرا على حسن المتابعه، الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.